الله يعطيكم العافية، نحن نتابع مع بعض المحاضرة الرابعة من مادة مبادئ المحاسب والمحاسبة المالية واحد وأسس المحاسبة. معكم الأستاذ محمد الحامل من معهد دار العلوم دبلوم جامعة كامبريدج. اليوم راح نكمل بموضوع تسجيل العمليات المالية. تحدثنا سابقا عن طريقة إرتداد المزدوج، عن تسجيل العمليات المحاسبية وفق طريقة القيد المزدوج، وإنه يتم تسجيل العمليات وفق طريقة القيد المزدوج بأنه نعرف بداية من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن. اليوم إذا أنا ما عرفت من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن، راح يكون في عندي مشكلة كبيرة، بحيث إني أنا ما أقدر أسجل العملية بالشكل الصحيح. لذلك مهم جدا اني واحد يكون في اثبات بانه العمليه خاصه بالمنشاه، يكون لها قيمه ماديه، يكون لها تاريخ مؤكد، تاريخ ظاهر. اثنين، تشوف مين هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن، يعني من هو الطرف اللي قبض ومن هو الطرف اللي أخذ، يعني مين طرف المن ومين طرف الإله. المرحلة الثالثة، أقوم بتسجيل العمليات المحاسبية في الدفاتر وفق طريقة القيد المزدوج، اللي هي من حساب سلاش إلى حساب سلاش، وبحط شرح القيد. طيب، أنواع الحسابات بالمحاسبة. المحاسبة عندنا أنواع من الحسابات. في شيء عندنا حسابات بنسميها حسابات حقيقية أو حسابات دائمة، وفي شيء عندنا اسمه حسابات وهمية أو حسابات اسمية. الحسابات الحقيقية هي الحسابات تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالي. اليوم بمراحل التسجيل المحاسبي اللي حكينا عليها سابقا، إنه من أو آخر مرحلة من مراحل التسجيل المحاسبي هي التسجيل في الحسابات الختامية من متاجرة ثم أرباح وخسائر ثم الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي. لو حكيت على قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية، فهن تسميتين لنفس الشيء، بيمثلوا وضع الشركة في نهاية الفترة المالية. حسابات الحقيقية أو حسابات الميزانية أو قائمة المركز المالي، عندنا أصول وعندنا خصوم وعندنا حقوق ملكية. الميزانية أو المتاجرة أو الأرباح والخسائر أو الحساب عبارة عن كفتين ميزان. كفتين ميزان بنحط حسابات بالطرف اليمين وبنحط حسابات بالطرف اليسار، وعلى أساس ذلك بنقوم بإخراج النتيجة. الميزانية نفس الشيء، الميزانية عبارة عن ميزان. نفرض أنه أنا عندي كفتين ميزان، فأنا بكفي بحط ثقل وبكفي ثاني بحط المادة اللي بدي إياها لحد ما يتوازنوا. الميزانية هيك، كفي بحط فيها حسابات وكفي ثاني بحط فيها كمان حسابات، لكن الفرق بين الاثنين راح يطلع معي الثقل لازم احطه اما بالطرف المدين او بالطرف الدائن. طيب، الاصول من حسابات الميزانيه مثل المباني، الاساس، الاراضي، المعدات، البنك او المصرف والصندوق والمديون، كلها هاي من حساب، هاي كلهم من حسابات الميزانيه العموميه اللي بتنحط بالطرف المدين. الخصوم اللي تعد من الحسابات الخاصة بالميزانية العمومية توضع في الطرف الدائن، مثل القروض والدائنون. حقوق الملكية هي عبارة عن الفرق بين الأصول والخصوم، بمعنى أنه أنا عندي أصول بتمثل قيمة الشركة، الخصوم هن الأشخاص اللي بدهم مني مصاري. فالفرق بين الاثنين، لو رحت بيع الشركة هو بيمثل باقي المصاري يلي أنا بملكها كملك خاص لي إضافة للأرباح. طيب،
راح انا اتجاوز الدرس قليلا، راح فوت على جوجل ابحث عن الميزانية العمومية، أفرجيكم إياها نوعا ما. هي لا ما راح، بدنا وحدة أبسط منها، هاي أبسط. تمام، الميزانية العمومية بتكون بهذا الشكل، عبارة عن طرف فيه أصول وطرف فيه خصوم إضافة لحقوق الملكية. فبالتالي الطرف يلي فيه أصول، طبعا ترتيب الميزانية له شكلين، يا إما بيكون الأصول الثابتة فوق وبتيجي الأصول المتداولة تحت، يا إما بتم ترتيبها من الأكثر سيولة أو من الأسرع سيولة، بمعنى الأسرع بالتحويل إلى نقد، فبالتالي بتيجي الأصول المتداولة فوق والأصول الثابتة تحت. المهم، الأصول، طرف الأصول هو عبارة عن قيمة الشركة أو بمثل قيمة الشركة. الأصول مثل عنا أساس سيارات، أجهزة كمبيوتر، معدات، ممكن يكون في عندنا أراضي، مصاريف تأسيس، تأمينات إلى آخره، كلها بنسميها أصول ثابتة. بنيجي على الأصول المتداولة، هي عبارة عن صندوق، بضاعة، زبائن، أوراق قبض، استثمارات بين قوسين، أوراق مالية ممكن تكون، إضافة للمصرف طبعا نقدية تمثل الصندوق. فكل هدول مثل ما كنتم شايفين كمثال 50,000 بيمثلوا 50,000. في عندنا الطرف الثاني هو طرف الالتزامات. طرف الالتزامات او الخصوم هن كل شخص له معنى مصاري، كل شخص له معنى مصاري، فبالتالي مثل الدائنون، مثل اوراق الدفع. اوراق الدفع هي عباره عن كريالات انا كاتبها علي لقاء قروض اخذتها او لقاء بضاعه اخذتها بالدين، فبالتالي تسمى اوراق دفع. اما اوراق القبض هي كمان كمبيالات، لكن انا كاتبها على الغير لقاء مصاري اخذوه مني او بضاعه اخذوه مني. فبالتالي هدول الالتزامات. الفرق بين الأصول والالتزامات بيمثل حقوق الملكية والأرباح مع بعض، إذا كان في عندي أرباح أو خسائر. المهم بيمثل حقوق الملكية. فأنا إذا أجيت قلت الأصول 50,000 ناقص الالتزامات اللي هي 25,000، فبيضل لي من الشركة كلها كحقوق ملكية، 25,000 فقط. اوكي، طيب نرجع لباقي الحسابات. الحسابات الاسميه، وهي الحسابات تمثل العناصر المكونه لقائمه الدخل. طبعا قائمه الدخل بتشمل المتاجره وبتشمل الارباح والخسائر، مجموعين مع بعض ويسمى قائمه الدخل. فقائمه الدخل تقريبا الى الشكل التالي، لكن انا حاعطيكم شكل حساب المتاجرة بالأول. هفرجيكم حساب المتاجرة وفرجيكم حساب أرباح وخسائر اللي بيشكله قائمة الدخل. لا، هذا حساب الأرباح والخسائر. خلينا نشوف حساب المتاجرة السريع. حاول نثبت. أوكي، طيب حساب المتاجرة هو عبارة عن حساب بالشكل هذا. طبعا
انا احاول انه استبق الاحداث. طبعا احنا حنيجي لمرحله حساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر والميزانيه، لكن لحتى تعرفوا انا عن شو عم بحكي، فبالتالي عم بعطيكم النظره. حساب المتاجره عباره عن حساب طرفين، له طرف مدين وطرف دائن. طرف المدين فيه بضاعه اول مده، فيه حساب مشتريات، فيه مصاريف نقل المشتريات، تامين عن المشتريات، حساب المبيعات، مردودات المشتريات، مخزون اخر المده. فالفرق بيناتهم بيطلع اللهم صل على محمد، بيطلع عباره عن مجمل ربح او مجمل خساره. طبعا مصاريف النقل والتعبئه والايجار والدعايه الاعلان، هذول كلهم ما بنحطوا بحساب المشتريات، هذول بنحطوا بحساب، عفوا ما بنحطوا بحساب المتاجر، بنحطوا بحساب الارباح والخسائر اللي هو مثل هذا الحساب. هذا حساب الارباح والخسائر عباره عن طرف مدين وطرف دائن. مدين دائن البيان، الطرف المدين نحط ننقل حساب المتاجرة إذا كان رصيده ربح خسارة أو ربح، يا هاد يا هاد طبعا. وبنحط كل شيء مصاريف بالطرف المدين مثل ما يكون شايفين، مصاريف عمومية إدارية، مخصصات أو استهلاكات، خسائر، مصروفات بنكية، خصم ما ممنوع. بالطرف اليسار نحط إيرادات، كل الإيرادات بأنواعه مثل ما يكون شايفين، والرصيد بين الطرف المدين والطرف الدائن بيطلع معي يا اما صافي ربح او صافي خساره. فهذا هو حساب الارباح والخسائر. حساباته الموجوده هون اضافه لحسابات المتاجره تسمى حسابات وهميه او اسميه. طبعا معنى الفرق بالتسميه بين الحسابات الحقيقيه والحسابات الاسميه، لانه حسابات المتاجره او عفوا حساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر بيتم اقفالهم بنهايه العام، اما حسابات او اما قائمه المركز المالي او الميزانيه فهي عباره عن حساب يطوى طوي وبينفتح بالسنه القادمه. يعني لما بيجي انا باخر السنه كنت عم سجل بدفتر اليوميه، بعدين عم سجل على دفتر الاستاذ. مثل ما حكينا ملاحظه هامه، انه حساب الدفتر اليوميه ودفتر الاستاذ بيتم التسجيل فيهم من اول السنه لاخر السنه، هن الحسابين الوحيدين او الدفترين الوحيدين اللي بيتم التسجيل فيهم من اول السنه لاخر السنه. ف بنقوم بالتسجيل من 1/1 ل 31/12 بدفتر اليوميه، ثم بدفتر استاذ، دفتر يمين، دفتر استاذ، دفتر يمين، دفتر استاذ، هيك لتخلص السنه. لما تخلص السنه ننتقل للتسجيل ب دفتر بنسميه ميزان المراجعه. ف ميزان المراجعه، بعد ميزان المراجعه الاولي مثل ما شرحت لكم سابقا بتيجي عمليات الجرديه او عمليات التدقيق. بعد عمليات التدقيق او العمليات الجرديه بتيجي مرحله ميزان المواجهه النهائي. من بعد مرحله ميزان المواجهه النهائي بتيجي الحسابات الختاميه اللي هن المتاجره. المتاجره له رصيد حساب يتم اقفاله او ترحيله لحساب الارباح والخسائر. حساب الارباح والخسائر له رصيد يتم نقله الى الميزانيه العموميه. الرصيد هو نتيجه الحساب، بمعنى الحساب له طرفين، طرف مدين وطرف دائن. فالفرق اللي بين الطرف المدين والدائن هذا يسمى رصيد حساب او نتيجه حساب، يتم نقله للحساب اللي بعده. يعني رصيد حساب المتاجره اللي هو الفرق بين طرفين المدين والدائن بيتم نقله لحساب الارباح والخسائر. حساب الارباح والخسائر الفرق بين طرفين المدين والدائن بيتم نقله للميزانيه العموميه. الميزانيه فبالتالي لما انا نقلت رصيد المتاجر والارباح والخسائر معناتها سكرته، والحساب الارباح والخسائر لما نقلت رصيد حسابه للميزانيه معناتها سكرته. الميزانيه هي عباره عن وضعي ب 31/12، ما بسكر انا الميزانيه، الميزانيه بطويه صفحه ب 31/12، ثاني يوم برد بفتحها. اما حساب الارباح والخسائر والمتاجر فانا بكون سكرتهم حساباتهم اللي بقلبهم، وهن الحسابات نفسهم بكون سكرتهم. اما الميزانيه تطوى طوي، فبالتالي زي تسمى حسابات حقيقية لأنه بتضل ماشي معي. يعني حساب من حسابات الميزانية مثل الزبائن، مثل الموردين كمثال. هلا النقدية أو الصندوق، أنا معي حساب، أنا معي بضاعة، معي مصاري بالصندوق، فبالتالي أنا ما بدي أسكر الحساب طالما معي مصاري. في عندي بضاعة أنا بالمخزن، فبالتالي أنا ما بقدر سكر حسابات طالما في بضاعة. الزباين أنا إلي محهم، الموردين إلي محهم، ورق دفع إلي وراء على عفوا في وراء علي لازم أدفعها، أخذ قروض، في معي أجهزة كمبيوتر، في سيارات، فبالتالي هدول ما بقدر أسكر حساباتهم طالما أنا لساتهم موجودين.
أما المصاريف اللي دفعتها، رواتب ما رواتب، استهلاكات، إعلانات، مصروفات بنكية وعملات بنكية، فكل هالمصاريف أنا دفعتها وخلص مشي حالها، فبالتالي رح سكر حسابها. وإيرادات خلص أبطل إيرادات ومشي حالها، فأنا رح سكر حسابها. أما حسابات الميزانية ما بتسكر، بتضل مفتوحة بنهاية العام، إنما الميزانية تطوى، ثم في اليوم التالي بواحد واحد السنة القادمة تنفتح الميزانية وبترجع من نشتغل عليها من أول وجديد. مفهوم معادلة الميزانية. طيب، نحن عندنا طريقتين لحتى نفوت بالحسابات، يا إما بنفهم طبيعة الحسابات الميزانية، بنرجع برجوع عكسي للمتاجرة، للأرباح والخسائر، للمتاجرة، لموازين المراجعة، لعمليات الجردية، ميزان المراجعة الأولي، لحساب الأستاذ، لليومية، دفتر مسودة، يا إما بالصيغة الأساسية واللي هي من دفتر مسودة للميزانية العمومية. مهما كانت الطريقة، المهم نحن نفهم كل مرحلة شو هي محتوياتها وكيف بيتم التعامل فيها. راح نقفز لآخر مرحلة وهي الميزانية العمومية، ونشوف شو هي معادلة الميزانية، أو المعادلة أو الأساس اللي بتقوم عليه الميزانية. معادلة الميزانية بتقول إنه ما تملكه من سوى يساوي مصدر هذه السوى. مثال، إذا كان عندي أنا مليونين ليرة لنفرض، أو مليونين ريال، ما في مشكلة، مليونين، معي مليونين. فهالمليونين أنا كنت موزعهم كالتالي: أنا كان عندي 450 ألف في البنك، إن شاء الله يا رب عبالنا وعبالكم، 120 ألف سيارة، مليون و430 منزل. فهدول اللي معي كلهم اللي بملكهم أنا قيمتهم مليونين. طيب، قيمة ثروتي كاملة مليونين. قيمة ثروتي كاملة مليونين. طيب، هالثروة كل المليونين اللي معي، يا ترى كلها مني ولا جزء منها مدينه من الغير؟ قد يكون انه جزء منها مدينه من الغير. يعني هالمليونين قد يكون جزء منه مدينه من الغير، يمكن قيمة السيارة انا مدينه دين، او 430 انا مدينه دين، او 50,000 انا مدينه من الدين وحاطهم بالبنك. فبالتالي مصدر هذه الاموال لازم يتساوى مع هذه الاموال، يعني مصدر هذه الاموال لازم يتساوى مع هذه الاموال. هي بنسميها الاموال الخاصه او الاموال التامه كلها. هذا مصدر الاموال، تمام، لازم يتساوى مع استخدامات الاموال. هذا الطرف نحن بنسميه استخدامات الاموال، وهذا الطرف بنسميه مصدر الاموال. يعني مصدر الاموال سواء كان جبتي او من الغير، فكله مع بعض بنسميه مصدر الاموال، لازم يتساوى مع استخدامات الاموال. كان معي هدول، رحت صرفتهم على هدول، بصير عندنا من المعادلة استخدامات الأموال يساوي مصادر الأموال. المليونين هن مصادر الأموال، بيساووا فعلا استخدامات الأموال اللي هن هدول، لأن أنا كان معي مليونين، اشتريت منزل واشتريت سيارة والباقي حطيتهم بالبنك، معناتها معادلة صحيحة ومنطقية. طيب، التطبيق هذه القاعدة على مستوى المنشأة، يعني على مستوى ليس شخصي، على مستوى الشركة، فإن مصادر الأموال هي عبارة عن التزامات على المنشأة تجاه ملاكها أو الغير، ويمكن إعادة صياغة معادلة الميزانية على النحو التالي. بمعنى إنه مصادر الأموال، لاحظوا، استخدامات الأموال لساتها مثل ما هي، واللي هن هذا وهذا وهذا، راح يساوي مصادر الأموال، مصادر الأموال يساوي الالتزامات، أو بين قوسين مثل ما حكينا المنشأة هي عبارة عن ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للمالك. يعني أنا صحيح فتحت منشأة، تمام، لكن هالمصريات اللي حطيتهم بالشركه هي عباره عن التزامات على الشركه لإلي، يعني كانه صرت انا طرف غريب مدين الشركه، تمام. فمصادر الاموال هي عباره عن التزامات المنشاه تجاه ملاكها. طبعا انسى ما دام هي، ما في مشكله دقيقه بس تكمل المعادله، بتسالي سؤالك ولا يهمني. طيب، ف مصادر الاموال، مصادر الأموال قد تكون جزء منها مني وجزء ثاني مدينه، اللي هن مليونين. المليونين قد يكون مو دائما جزء منه مني إضافة لجزء مدينه، إضافة لجزء مدينه بيساوي المليونين، يساوي استخدامات الأموال اللي هن البيت والسيارة والنقدية.
تفضلي مدام هيام. صباح الخير استاذ، كيفك؟ الحمد لله صباح النور، تفضلي. هلا اكيد هذا اللي انت عم تحكيه شرح، بالتطبيق بنفهم اكثر صح؟ طبعا طبعا. اوكي تمام. لا مش السؤال، هذا هو السؤال بس لانه انا هذا كنت كثير واضح. فت بالحيط يعني. بس لا لا، شوفي مدام مريم، نحن عم ناخذ كمية هائلة من المعلومات اليوم. أي علم جزء منه نظري رح يكون جزء منه عملي، فنحن عم ناخذ الجزء النظري لحتى نقول لك كيف رح تفوتي على جو العمل. يعني اليوم إذا أخذنا نحن مسألة وقلت لك كم شراء سيارة بمبلغ 50,000 سجلي لقيدها، فأنت إذا ما عرفتي كيف بيسجل القيد وشو هن المصطلحات اللي رح تستخدميهم بالقيد وكيف هو أو مين هو الطرف المدين والدائن، فأنت ما حتعرفي تسجلي شيء. فنحن ايه بناخذ اكيد. كل هدول لحتى نعرف كيف نسجل. يعني اذا قلت لك اليوم اشتريتي سياره بمبلغ 50,000 نقدا، صرت تعرفي كيف تسجلي القيد، لكن قبل ما كنت تعرفي. فانا لو ما قلت لك انه نحن الطرف المدين والطرف الدائن، كيف يكون المدين كيف يكون الدائن وشو هو من حساب الى والى حساب الى، فما عرفتي. فهي اكيد نتيجه طبيعيه ما أكيد، بس تعرفي. يعني هلأ هيدا اللي حكيته اليوم كتير صعب، بس عشان هيك عم بسأل إنه في شيء عملي منه حيكون. اي اللي حكيت اي منه؟ كل شيء من البورد لهولي يعني ما ركزت فيه، يعني هو مش خصك أنت، أنا بدي أعيد مرة واثنين وثلاثة لأفهمهم. لا لا لا، شوفي مدام هيام، هلا انتوا اذا نجحتوا بالماده وان شاء الله راح تنجحوا، فانتوا حتكونوا يعني قايمين بجهد جبار، لانه اللي اخذناه نحن هذا اللي عم ناخذه نحن بالمحاضرات العشره اللي راح نكون فيها معكم، هن 9 بدون الامتحان، نحن اخذناه على مدار عام دراسي يعني على سنه بالنسبه للماده هي. يعني نحن اخذناه على سنه، انتوا عم تاخذوه على 10 محاضرات وعلى 9 محاضرات كمان، فيعني الضغط كبير رح يكون عليكم، بس قدر الامكان رح اكون معكم انا وساعدكم ان شاء الله، ما في مشكله باذن الله. بس كل شيء بده مثل ما بقول بده شويه صبر، يعني المعلومات لما تتراكم وتتطبق فبالتالي بتثبت بالذهن اكثر. فان شاء الله المحاسب، بالعكس ماده المحاسب كثير حلوه وسلسه، وعباره عن جزء منها رح يكون روتيني بحياتكم العمليه اذا كنتم عم تشتغلوا فيها، والجزء الثاني راح يكون فيه فن. يعني اليوم انا كمحاسب في الشغلات بتمر علي او ممكن حدا يسالني عليها بتكون لاول مره بسمع فيها، فبالتالي خبرتي ومهنيتي بتطلع لاني لاقي حل لهالشغله وتكون صح. فمو دائما المحاسب بيكون عباره عن شيء روتيني، لا، في شغلات فنيه ما بيقدر يحلها غير فعلا المحاسب، مو اللي عامل دوره على 5 6 برامج او مثل ما بيقولوا فايد دخيل على المصلحه، الا اذا كان يعني حاببها من قلبه، لانه بتحبي الشغله من قلبك بتعطيها، فبالتالي بتقدري توصلي لمستوى متميز عن غيرك. طيب في حدا غيره عنده سؤال قبل ما اكمل؟ اوكي طيب، في كانت معنا مدام او صبيه موجوده بس ما عاد عم تحضر، كانت عم تحضر امبارح واليوم ما عم تحضر. تمام، فاذا كان حدا منكم بيعرف مين تخبروها تحضر معنا المحاضرات، لانه هلا التاسيس فضروري كثير تحضر معنا. تمام، ايه خبريه اذا سمحتي. اوكي، فمعادلة الميزانية عم نبسط، عم نطلع من البسيط للمتفرع، او نفهم معادلة الميزانية وحدة وحدة. اوكي
وفي محاسبة تم الاتفاق على استخدام مصطلح حقوق الملكية بدلا عن لفظ التزام الطرف ملاكها هو مصطلح الخصوم بدلا عن لفظها، بمعنى أن استخدامات الأموال اللي هي مليونين، راح ننتقل شوي شوي للمصطلحات المحاسبية، هي عبارة مليونين بتساوي حقوق الملكية، يعني حقي بالشركة أنا كصاحب شركة، زائد الخصوم أو زائد الالتزامات للغير. يعني أنا مليونين ليرة، قد يكون هالمليونين هدول اللي ساي فيهم بيت وسيارة وحاطه شوي بالبنك، هني 1,050,000 مني و50 أو عفوا 1,500,000 مني ونص مليون متدينه. قد مو دائما، بجوز يكون المليونين، يعني بجوز ما يكون عندي خصوم، بجوز يكون عندي المليونين هني لإلي. ف إذا كان في عندي شيء متدينه راح أحطه هون لحتى تتساوى مع حقوق الملكية زائد الخصوم مع استخدامات الأموال. تنبيه، بعض الكتب تستخدم مصطلح رأس المال بدل حقوق الملكية، يعني أحيانا بتلاقوا كاتبين رأس مال، رأس مال حقوق الملكية، هذا الشيء بيعبر عن الشيء اللي بملكه أنا كشخص. فبالتالي إذا كان عندي أنا، إذا كان عندي حقوق الملكية، حقوق الملكية هي رأس مال، ففي نقطة كثير هامة، هل الحقوق الملكية واللي هي أنا الشيء اللي بملكه، إذا كان عندي أرباح أو كان عندي مسحوبات، فبالتالي بدي أقيمهم من بعض وأحط الصافي. يعني أنا كصاحب منشأة بدي افتح منشأة، فأنا أكيد فاتحها لحتى أربح ولحتى أستفيد لحتى كمان أصرف على حالي منها. فإذا كان عندي أنا شيء ساحبه وكان عندي أرباح، فبالتالي أنا لازم أنقصه من بعض لحتى يطلع معي، أضيف عليه رأس مال لحتى أضيف لحتى يطلع معي صافي حقوق الملكية. يعني اليوم إذا كان عندي حقوق الملكية أنا مليون، طيب أنا المليون هني مليون مو موجودين فعلا، ليش؟ لأنه أنا ساحب كمثال 150,000 وربحت 30,000، فبالتالي حقوق الملكية هي عبارة عن رأس المال زائد الأرباح ناقص المسحوبات لحتى تطلع شيء اسمه صافي حقوق الملكية. صافي حقوق الملكية هو عبارة عن رأس المال زائد الأرباح ناقص المسحوبات، أو عبارة عن رأس المال ناقص الخسائر إذا كانت موجودة ناقص المسحوبات. يعني معادلة الميزانية اللي هي استخدامات الأموال تساوي صافي حقوق الملكية اللي هي رأس المال زائد الأرباح ناقص المسحوبات، أو رأس المال ناقص الخسائر ناقص المسحوبات زائد الخصوم. اوكي، طيب استخدامات الاموال هي عباره عن اوجه تمثل مصادر الاموال، فمثلا بدات المنشاه براس مال، هلا شوي هلا فتنا على المنشاه، مثلا بدات المنشاه براس مال قدره 1,500,000 حطيته بالبنك، فاستخدامات الاموال في هذه الحاله عباره عن نقديه بالبنك، يعني مصادر الاموال اللي هن مصادر الاموال اللي هن 1,500,000، عفوا مصادر الاموال اللي هن حقوق الملكيه زائد الخصوم هن 1,500,000، بتساوي مين بتساوي؟ بتساوي استخدامات الاموال بين قوسين صار عندي اصول هون، ليش؟ لانه مسكت المصاري حطيتها مول البنك، والبنك هو عباره عن اصل من الاصول، اصل من الاصول. ف صارت المعادله اللي هي 1,500,000 تساوي 1,500,000، وهذا شيء منطقي لانه انا المصاري اللي اخذتهم حطيتهم بالبنك، حطيتهم بالبنك. طيب طبعا معادلة الميزانية أو الميزانية، نحن شوي شوي انتقلنا من المعادلة بعدين صبينا بالميزانية لحتى نوصل لشكل الميزانية يلي فرجيناكم عليه قبل شوي، هذا هو اللي عبارة عن حرف، فينا نسميه حرفتين لأنه عادة نحن نرسمه بشكل خط عرضي هيك خط طولي، فهو تي باللغة الإنجليزية. ف معادلة شكل الميزانية هو هذا هو الأصل، الطرف اليمين هو الأصول، الطرف اليسار هو حقوق الملكية زائد الخصوم، وهذا فعلا لاحظوا الأصول موجودة هون، ولاحظوا الطرف المقابل هو التزامات،
زائد حقوق الملكية التزامات وحقوق الملكية. وللتوضيح معادلة الميزانية افترض المثال التالي. هلا شوي شوي راح انقلكم ليش الميزانية لازم تتوازن، يعني ليش مصادر الأموال منطقيا لازم تساوي استخدامات الأموال. بدأت مؤسسة السيف للصيانة نشاطها في صيانة أجهزة الكمبيوتر بتاريخ 1/1 برأس مال قدره 250 ألف، تم إيداعها في البنك. في الأنسة اللي انضمت لنا مؤخرا، الصوت واضح اللي عندك جاي الصوت عشان ما يكون في عندنا مشكلة بالصوت. كانت الصوت تمام. تمام الصوت؟ أوكي طيب. ولتوضيح هذه المعادلة رح ناخذ المثال. المثال بيقول بدأت مؤسسة السيف للصيانة نشاطها في صيانة أجهزة الكمبيوتر بتاريخ 1/1 برأس مال قدره 250 تم إيداعها في البنك، معناتها مصادر الأموال تساوي استخدامات الأموال. مصادر الأموال لحد الآن 250 ألف رأس مال بأول كفة ميزان تساوي 250 ألف حطيناها بالبنك، لاحظوا تساوي منطقي طبيعي. رأس المال هو جزء من حقوق الملكية، لحد الآن ما عندي خصوم مالي متدين. المعادلة لازم تتوازن، الميزانية لازم تتوازن. الطرف المدين اللي شايفينه هون لازم يوازن طرف الدائن او طرف اليسار، طرف الاصول لازم يوازن طرف حقوق الملكيه زائد خصوم. كفتين خلوا بالكم، الميزانيه عباره عن كفتين ميزان، كفتين ميزان. لازم تتوازن. طيب يتضح توازن معادله الميزانيه بعد العمليه الاولى. بعد العمليه الاولى صار في توازن 250 250. ناخذ عملية ثانية. المحاسبة عبارة عن عمليات متتالية أو متتابعة بقوم فيها من أول السنة لآخر السنة. 5/1 تم شراء سيارة مبلغ 50 ألف بشيك على المصرف. لاحظوا شو صار، اشتريت سيارة بشيك على المصرف، اللي تغير هو طرف الاصول. طرف الاصول شو صار؟ كان انا معي 250، اشتريت سياره من المصرف صار في عندي 250، هون 250 ثابته ما لعبت فيها. اللي غيرت فيها هني قامت ال 50 من البنك حطيتها بالسياره. صار عندي 250 هون لسه و250 هون، معناتها في عندي توازن، وهذا التوازن كان منطقي. أثرت العملية الثانية على معادلة الميزانية بأن ظهر عندنا أصل جديد هو السيارة ونقص أصل آخر هو البنك بنفس القيمة، ولم يتغير إجمالي معادلة الميزانية. لاحظوا معادلة الميزانية ما تغيرت، ما اختل توازنها. ليش؟ لأني أنا عم باخذ من نفس الطرف، ما أخذت من الطرف الثاني، أخذت من نفس الطرف. فالميزانية لازم تتوازن دائما. إذا زدت بطرف، إذا زدت بطرف فلازم زيد بالطرف الثاني، إلا إذا نقص من نفس الطرف وزاد بنفس الطرف. يعني إذا كانت الزيادة والنقصان بنفس الطرف تعادل ما في مشكلة، بس المهم ضل متوازنة. عملية ثانية في 6/1 تم شراء أساس بمبلغ 10 آلاف من مفروشات زين بالآجل. هون بلشنا بقى نفوت بالخصوم أو بلشنا نتدين. بعتذر بس سؤال، انا ما تفضلي. طبعت كتابي لانه انا الكيبورد عندي ما في عربي، فمشان هيك بضطر افتح دغري احكي. الاصول يعني هي مدين؟ طبعا الاصول هي مدينه. هلا شوفي، لكل حساب من الحسابات في عمليه مدينه وعمليه دائنه، بمعنى في نقص وفي زياده، بمعنى في صدر في اخذ وفي اعطاء. يعني اليوم انا لما اذا كان الحساب مثل حسابات الاصول فهي بتزيد بالطرف المدين. هي كنا يعني شيء لاحق راح نحكي عليه كنا، بس راح احكي لكم اياها هلا. حسابات الاصول بتزيد بالطرف المدين،
وبتنقص بالطرف الدائن. يعني اليوم انا معرض لشراء سيارة ومعرض لبيع سيارة، فبالتالي اذا اشتريت سيارة راح تزيد عندي بالميزانية، واذا بعت سيارة راح تنقص عندي بالميزانية. طيب، فحسابات الاصول بتزيد بالطرف المدين وبتنقص بالطرف الدائن. هذا بيعني انه حسابات الخصوم اللي هي هون بتزيد بالطرف الدائن وبتنقص بالطرف المدين. بكره بنشوفها بالقيود، طبعا هذا الموضوع سابق الاوان. المهم، 6/1 تم شراء اساس بمبلغ 10,000 من مفروشات زين بالاجل. لاحظوا انا اشتريت 10,000 اساس، ما كان عندي اساس، معناته لازم حطوني 10,000 اساس. طيب ال 10,000 انا اشتريتها من البنك؟ لا. اشتريتها من السياره؟ لا. اشتريتها من راس المال؟ لا. معناته انا لازم اضيف عنصر جديد بهذا الطرف لحتى يتوازن هذا الطرف مع هذا الطرف. انا هذا الطرف الطبيعي اضيف الاساس اللي اشتريته، فبالتالي اختل توازن الميزانيه، كان 250 صار 260، فلحتى يرجع التوازن بدي اضيف شيء هون جديد بنسميه نحن مفروشات زين او الدائنون. بلشت انا اتدين، بلش يصير عندي خصوم، بلشت الميزانيه، او بلشت لاحظوا بلشت مثل ما بيقول بلشت اكبر، بلشت ريش، بلش وضع الشركه تبعي يعلى. كان 250 قبل، لاحظوا صار 260. اليوم انا قيمه شركتي 260 بعد ما كانت 250، لكن 260 كلها مني؟ لا، انا مني 260 ناقص 10,000 بيطلع 250، هن راس مالي او حقوق ملكيتي. طيب، اثرت العمليه الثالثه على معادله الميزانيه بان ظهر اصل جديد وخصم جديد بنفس القيمه، ولكن تغيرت اجمالي معادله الميزانيه وما زالت معادله الميزانيه متوازنه ولازم تتوازن. طيب، هلا في عندنا شغلات كمان لقدام، ممكن نحن اذا صرفنا او اجانا ايرادات كمان رح ياثر على معادله الميزانيه. طبعا بالنسبه للمصروفات والايرادات ان الاصل نحطه بحسابات الارباح والخسائر المتاجره، لكن نحن تجاوزا بما انه كله عم ينتقل للميزانيه، فعم ناخذ مثال انه كيف المنشاه بتكبر بالارباح وبتصغر بالخسائر. مثال، في 10/1 تم سداد فاتوره الهاتف بشيك وكان مبلغ الفاتوره 3,000. طيب، 3,000 منين صرفتها؟ بشيك. 3,000 صرفتها بشيك، معناتها من المصرف. معناتها شو صار عندي انا؟ البنك كان 200,000 صار 197,000، لحتى يرجع التوازن ضفت مصاريف الهاتف. لاحظوا لسه الميزانيه متوازنه. ليش انا ما صار عندي 250,000 هون؟ لانه انا فعليا اخذت من عنصر من العناصر بهذا الطرف، وبالتالي عمليه توزيع فقط لا رأس المال. انا عم وزع، انا صرت هذا ال 250,000 عم وزعه، صار جزء منه بالبنك، صار منه شاري سياره، اشتريت اساس بالاضافه طبعا للمفروشات، وصرفت شويه مصاريف. لو سيبنا الاساس على جنب، فانا فعليا 250,000 في شوي عندي بالبنك منها، شاري سياره وصرفت شويه مصروفات بقيمه 3,000، بيساوي كلهم هذول الثلاثه 250. طيب، أثرت العملية الرابعة اللي هي هي على معادلة الميزانية بأن ظهر بند جديد هو مصروفات الهاتف في الجانب الأيمن معادلة الميزانية ونقص أحد الأصول البنك بنفس القيمة. لاحظوا، فلم يتغير إجمالي معادلة الميزانية ساعته 260، وما زالت معادلة الميزانية متوازنة 260 ب 260. طيب، اللي بعده ب 12/1 تم شراء بعض القرطاسية بقيمة 2,000 من مكتبة النهروان بالآجل. هون رديت اشتريت بالآجل، ب 12/1 اشترينا بعض القرطاسية بالآجل يعني بالدين بمبلغ 2,000، فصارت معادلة الميزانية كالتالي: دخل عندي عنصر جديد اسمه مصاريف قرطاسية. طيب، المصاريف القرطاسية أنا ما اشتريتها من البنك،
اشتريتها بالدين، معناتها ضفت ميزانيتي كبرت، لكن بالمقابل ضفت بالطرف الثاني 2000، لأنه 2000 ما أخذت من رأس المال المتمثل به نقدية أو جزء من النقدية، ولا اشتريته من مفروشات زين، اشتريته من مكتبة النهروان، معناتها لما ضفت 2000 هون كنت مجبور أن أضيف 2000 بالطرف اليسار، معادلة الميزانية متوازنة 262 ب 262، الأمور كلها تمام. أثرت العملية الخامسة اللي هي هاي على معادلة الميزانية بأن زادت المصروفات وزادت الخصوم بنفس القيمة، فأدى ذلك إلى زيادة إجمالي معادلة الميزانية بنفس القيمة، وما زالت معادلة الميزانية متوازنة، وهذا الأصل إنه دائما الميزانية معادلة الميزانية تتوازن. العملية اللي بعدها ب 15/1 تم صيانة أجهزة الكمبيوتر لأحد العملاء بقيمة 8000 وتم استلامها بشيء. قمت بعملية صيانة، الصيانة عبارة عن خدمة قدمتها، لأنه فاتح شركة صيانة أنا، فبالتالي قدمت الخدمة وأخذت مقابل لها، فإيراداتي أنا عم تيجي من خدمات الصيانة. أخذت قيمة الخدمة بشيك مصرفي، معناته شو صار هون؟ المصرف كان عندي 197، ضفت عليه 8000 صار 205، حلو كتير. طيب 205 خلت بتوازن الميزانية، لاحظوا المعادلة الميزانية كانت 262 صارت 270، معناتها انا شو بدي اساوي؟ بدي احط شيء بالطرف الدائن لحتى تضل الميزانيه متوازنه. حطها بحق الملكيه، ما بقدر بشكل مباشر احطها بحق الملكيه، انا لازم فندها، لانه راس المال انا في نقطه كثير هامه بالشركات، سواء كانت بالشركات الشخصيه او الشركات الكبيره، ما بقدر كل شوي العب براس المال، اعلي راس المال وخفض راس المال، لازم يكون في قواعد معينه على اساسها بعلي وخفض راس المال. فبالتالي انا ما راح اضيف هذا راس المال، لكن راح يكون عندي حساب جديد اسمه الايرادات، مثل ما انتم شايفين بيوضح لي انه بلشت انا اجيب ايرادات وصار عندي ايرادات بقيمه 8000، فانا هون عندي 270000، حقوق الملكيه 250000، 8000 ايرادات، 10000 خصوم اللي هن مفروشات زين ومكتبة النهروان. طبعا هون في الكتابة شوي هيك نازلة، هي مكتبة النهروان 2000 والمفروشات زين هن 10000، يعني 12000، الخصوم عندي 12000، فبالتالي رجعت وزنت الميزانية على مبلغ 270000. أستاذ الخصوم يعني الديون، نعم الخصوم يعني الديون، يعني انت مشاري شيء بالدين، هذا كله بتسجله تحت الخصوم. عفوا، بس ما سمعت صوتك مدام، هي ممكن تعلي؟ الخصوم هن الأساس اللي بتشتريها بالدين. طبعا الخصوم محاسبيا هن كل شخص بتاخذي عن منه شيء بالدين، يعني انا ما باخذ شيء بالدين من شخص معين، سواء كان قرض او بضاعه او اي شيء، بصير اسمه خصوم بالمحاسبه. اوكي بنكمل. اثرت العمليه السادسه على معادله الميزانيه بان زادت الاصول وظهر بند جديد وهو الايرادات في جانب الايسر من معادله الميزانيه بنفس القيمه، فادى ذلك الى زياده اجمالي معادله الميزانيه بنفس القيمه، وما زالت معادله الميزانيه متوازنه. اليوم عندي انا الميزانيه لساتها متوازنه مثل ما كنتم شايفين، بقيمه 270000 بالطرف المدين، 270000 بالطرف الداخلي.
معدات الميزانية شايفينها قدامكم، نحن إذا بدنا نيجي ننفذها صحيح أو نطلع نتيجة الصحيحة، لأنه فيها أشياء وهمية محطوطة هون، أو نعرف نتيجة وضع الشركة إنه فعلا هي تسوى 270 ألف ولا لا، راح أقوم بالحركة التالية: 250 ألف 250 بنك ما في مشكلة، هذا أصل. السيارات 50 ألف ما في مشكلة فيها، الأساس 10 آلاف ما في مشكلة فيها. عندي هون لاحظوا شيء اسمه مصاريف هاتف ومصاريف قرطاسية، حقوق الملكية، رأس المال 250 ألف، عندي هون إيرادات بمقدار 8 آلاف، عندي خصوم 10 آلاف، عندي مخوشة. طيب إن نحن الميزانية هي عبارة عن وضع الشركة بنهاية المدة، فبالتالي هي واحد. اثنين، إلنا نحن كمان إذا كان عندي حقوق ملكية، فبالتالي أنا لازم أطلع صافي حقوق الملكية. صافي حقوق الملكية هي عبارة عن رأس المال زائد الإيرادات ناقص المصاريف، يعني بين قوسين بدي أطلع رأس المال زائد الأرباح أو ناقص الخسائر. هلا الأرباح عبارة عن الإيرادات ناقص المصاريف. محاسبيا الإيرادات، عفوا، الأرباح تساوي الإيرادات ناقص المصاريف. الأرباح تساوي الإيرادات ناقص المصاريف. الإيرادات هي قيمة البضاعة اللي بعتها، لنفرض أنه، أو الخدمة اللي قدمتها. لنفرض أنه أنا اشتريت بضاعة، عفوا، بعت بضاعة ب 100 ألف، صرفت 25 ألف، فبالتالي أرباحي عبارة عن 100 ألف ناقص 25 بضل 75. هون الإيرادات اللي هي المبيعات، أنا عم بيع خدمة أو بضاعة، هون أنا عم بيع خدمة، فالأرباح تساوي الإيرادات ناقص المصاريف، بيطلع معي صافي الأرباح. يعني 8 آلاف ناقص 5 آلاف بضل عندي 3 آلاف، معناته أنا أرباحي هون 3 آلاف. عم رتب معادلة الميزانية كالتالي: بني أقول أنا 250 رأس المال زائد الإيرادات ناقص المصاريف، بمعنى 250 ألف زائد الصافي واللي هو 3 آلاف، 8 آلاف ناقص 5 آلاف يعني 3 آلاف، يعني رأس المال زائد الأرباح بيطلع معي 253. 253 ألف هي عبارة عن حقوق الملكية، وهي 10 ب 2 الخصوم بيطلع 265، وعندي البنك والسيارات والأساس 265. أنا للوهلة الأولى قيمة شركتي 270، لكن في نقطة كثير هامة: هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود، هذا عفوا، هذا للمفروشات، وهذا ال2000 للمكتبة، هذول كلهم موجودين، بس هذول هذا انصرف يعني انكب، وهذا انكب، وهذا ما ضل 8، لأنه هذا قمت منه هذا، قمت منه هذا. فبالتالي أنا لازم طلع الوضع الصحيح للشركة. الميزانية هي عبارة عن وضع الشركة الصحيح بتاريخ معين أو بلحظة معينة. أول شيء بالنسبة للسؤال اللي سألتوني إياه، بالنسبة للأرقام الموجودة هون، بالأصل هي ما هي أرقام عربية، هي أرقام هندية، فنحن مو هي أرقامنا العربية. أرقامنا العربية هي يلي بنعرفها هلا، بسموها الأرقام الإنجليزية أو اللاتينية. فالامتحان، لا، الامتحان راح يكون الأرقام فيه لاتينية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إلى آخره، مشان الامتحان، فما في مشكلة. وبالنسبة ل بعض الكلمات اللي ما بتنفهم، شو هن الكلمات؟ إذا حدا فيكم كان عنده مشكلة بالكلمات ما فهمها، فيخبرني مشان أوضح له إياها، ما في مشكلة، سواء كان على الواتس أو على الرسائل الموجودة على الزوم، أو ممكن نحن نحكي، ما في مشكلة بأي طريقة، إذا كان في شيء ما فهمته فخبرني. طيب، هلا تفضلي مدام هيام، اسمح لي بس انت حقوق الوحيده اللي لازم تكوني فهمانه عليك، يعني حقوق كونك انت الملكية لبنانيه يعني قريب عليك. انا كيف يعني؟ لا فهمنا عليك، بس حقوق الملكية شو يعني؟ لا،
هلا طيب، حقوق الملكية، لا حقوق لا الملكية سوري سوري، مش حقوق الملكية، قصدي رأس المال. سوري سوري خربطت. رأس المال هو بيكون الشيء اللي أنا بلشت فيه الشركة تبعيتي بس، ولا بيكون يلي يعني كيف بدي أفهمك؟ مدينه. متدينه؟ لا شوفي، رأس المال هو المبلغ، هو عبارة عن المبلغ يلي أنا حطيته مني ايه لما أسست الشركة. اه بس هيدا هيك. هذا رأس المال هو جزء من حقوق الملكية. يعني أنا ما أجي أحكي عن حقوق الملكية، شو هو؟ عبارة عن رأس المال، تمام، تمام زائد الأرباح ناقص المسحوبات، هذا اسمه كله حقوق الملكية. يعني حقوق الملكية هي عبارة عن رأس مالي، يعني أنا بين قوسين بملك رأس مال زائد أرباح ناقص مسحوبات، مثل ما شفنا بالمعادلة اللي فوق. أو قد يكون أنا عندي حقوق الملكية أو بملك رأس مال ناقص المسحوبات يلي سحبتهم خلال العام ناقص الخسائر يلي خسرتها. يعني اليوم أنا بملك 100,000 كرأس مال، بتطلع انا طيب يا ربي انا خسران 20,000 باخر مناقصه، شلون انا يعني حقوق الملكيه معناتها انا 100,000 عندي؟ لا، حقوق الملكيه عندي 100,000 راس المال ناقص 20,000 خساره بضل 80,000. عرفت شلون؟ يعني حقوق الملكيه هي القيمه الحقيقيه للشيء للشيء اللي بنملكه بالشركه. اوكي انا فهماني هيدي، بس انه راس المال هو بضل ثابت. يعني انا بلشت الشركه ب 250 الف، اوكي تمام. بتضل راس المال كل السنه 250 الف. شوفي، نحن الاصل بمسك النظام المحاسبي او ما او او مسك نظام محاسبي معين اني اعرف نتيجه عملي. فانا بالواقع ما بقدر كل شوي انا اعرف حالي راس مالي طالع ولا نازل. ليش؟ لانه بده يكون بحسابات كثير لحتى يبين معي. فالشركات شو بتساوي؟ تنطر من اول السنه ل 31 12، ب 31 12 بتشوف رأس ماله لساته هو ولا لا. من الطبيعي اني انا كل عمليه بكون فيها من البيع والشراء، في عمليه ممكن تربح معي، في عمليه ممكن تخسر معي، في عمليه بتحقق لي ارباح، عمليه بتحقق لي خسائر، فبالتالي راح يكون في تفاضل، مره بربح مره بخسر. فانا مو كل شوي بمسك الميزانيه بشوف يا ترى ربحت ولا لا، مالي مية فاتح بقاله بالمية لاني يعني فاتح انت شركه. مثل ما عملت قبل شوي، يعني انت بتضلك تلعب بالايرادات والمصاريف لاخر لكن السنة لاخر السنه ليتغير ايه رأس المال. يعني رأس لا المال طبعا ثابت كل السنة، لا. هلا شوفي، هو حقيقة ما له ثابت، بس أنا ما له ثابت، بس كسبته قصدي خليه ثابت، بالتسجيل. تمام. بيجي بآخر السنة بشوف شو صار فيه. ليش؟ لأنه أنا إذا كل شوي بدي أرفع رأس المال ونزل رأس المال، أرفع رأس المال ونزل رأس المال، فبالتالي هاي بده جهد كبير. يعني بدي بس أنا 10 محاسبين قاعدين عندي بالشركة بس لكل يوم يرفعوا وينزلوا، يرفعوا وينزلوا، يرفعوا وينزلوا، يرفعوا وينزلوا. لا، الشركات، كل الشركات بتثبت رأس المال، تيجي بآخر السنة بتشوف رأس المال طلع ولا نزل، بتعدل الميزانية. السنة اللي بعدها ربحت ولا خسرت، بتعدل رأس المال، وهكذا. اوكي يعني هو كتابة تسجيلا بضل ثابت كل السنة. طبعا إجباري، تمام إجباري اوكي ما بيتثبت لآخر السنة. اوكي ثانك يو طيب ستيف. أوكي، نحن رح ناخذ استراحة 10 دقائق إن شاء الله، نرجع معكم ونكمل المحاضرة مع بعض.
السلام عليكم، الله يعطيكم العافية أستاذ. بعتذر عن التأخير، بس والله كان عندي هيك ظرف. الله يعطيكم العافية، نكمل مع بعض المحاضرة. أوكي.
طيب، تحدثنا المحاضرات الماضية عن مراحل الدور المحاسبية أو خطوات التسجيل المحاسبي، وقلنا إنه بالمرحلة الأولى بيتم تحديد العملية المالية، تحديد العملية المالية من خلال إثبات هاي العملية بما خاصة بالشركة، إلى قيمة مادية، تاريخ. اثنين، نفكر أو نعرف من هو الطرف المدين ومن هو الطرف الدائن. بعدين بننتقل لمرحلة التسجيل بدفتر اليومية وفق طريقة القيد المزدوج، يلي بيقول أو بيقوم على إنه لكل عملية محاسبية إلى طرفين، طرف مدين وطرف دائن. المرحلة الثالثة، التسجيل في دفتر الأستاذ، التسجيل في دفتر الأستاذ بيكون من خلال الترحيل بشكل يومي حتى ما يصير تراكم من دفتر اليومية، من خلال وضع كل عملية بالحساب الخاص فيها. دفتر الأستاذ هو عبارة عن دفتر تصنيفي وتنظيمي، بيتم وضع العمليات ذات الطبيعة الواحدة فيه، بيتم تنظيمها حسب تاريخ القيام فيها. بعدين بنهاية العام بنقوم بإعداد ميزان المراجعة. يعني هي المرحلة وهي المرحلة وهي المرحلة بنقوم فيها من 1/1 حتى 31/12. ب 31/12 بتيجي أول مرحلة وهي إعداد ميزان المراجعة الأولي أو قبل التسويات، اللي هو عبارة عن قائمة بضم أو جدول بضم جميع حسابات أو جميع أرصدة حسابات دفتر الأستاذ. للوهلة الأولى لازم يتوازن لحتى ناخذ نظرة أولية إنه شغلنا صحيح، لكن مو بالضرورة يتوازن على صح، أحيانا ممكن يتوازن على خطأ. فبالتالي بنقوم بعمليات التسويات الجردية. التسويات الجردية هي العمليات اللي بنقوم فيها بنهاية السنة لحتى نتأكد إنه جميع الحسابات يلي عندنا مطابقة للواقع. بعد ما نقوم بالتسويات الجردية لكل عنصر من عناصر ميزان المراجعة، بنرجع بنعبي ميزان المراجعة بعد التسويات لكن بالحسابات الصحيحة. يعني بميزان المراجعة الأولي كان عندي حساب الصندوق كمثال 50,000، بعد ما عملت تسوية جردية أو بين قوسين بعد ما دققت أو فحصت أو عديت طلع معي حساب الصندوق فيه 60,000. طب بيجي هون حساب ميزان المراجعة بعد التسوية بحط 60,000، بنيجي لهون بنرجع المصرف كان رصيد جاي لعنا بحسابنا المصرفي فيه 49,000. اجيت انا بس بعد ما عملت عد وتدقيق طلع معي فعلا 49,000 كمان باخده لهون. رجعت لهون لحساب البضاعة، البضاعة قيمتها 80,000، نزلت على المخزن عديتها شفتها نظامية صح؟ قوائم الجر نظامية، معناتها بيجي لميزان المراجعات التسويات وبحط 80,000. وهكذا بالنسبة لكل العناصر الموجودة في ميزان المراجعة، بعمل لها كلها تسويات وتدقيق وعد وفحص، بنقلها لهون بصير عندي ميزان المراجعة بعد التسويات. بعد ما عديت ميزان المراجعة بعد التسويات أقوم بتفريغه بالحسابات الختامية الثلاثة، واللي هي المتاجرة، أرباح وخسائر، الميزانية. طبعا بالنسبة للشركات الخدمية والتجارية 3 حسابات، بالنسبة للشركات الإنتاجية في عندنا حساب رابع هو حساب التشغيل. حساب التشغيل بيسبق حساب المتاجر. بعد ما فتحنا الحسابات الثلاثة اللي هن حسابات الختامية وليس القوائم المالية، حسابات الختامية، بعد ما فتحنا حسابات ثلاثة بنبلش بقى نفضي ميزان المراجعة بالحسابات الثلاثة. خلصنا تفضية ميزان المراجعة بعد التسويات بالحسابات الثلاثة، بنبلش نسكر الحسابات، بنبلش بحساب المتاجرة، بنخلص حسابات أو بنرصد حساب المتاجرة وبننقل رصيده لحساب الأرباح والخسائر. بعد ما انتقلنا لحساب الأرباح والخسائر بنرصد حساب الأرباح والخسائر، ناخذ رصيده أو نتيجته أو زبدة الحساب، بننقلها للميزانية
العمومية أو قائمة المركز المالي أو الميزانية الختامية. طبعا رح يكون نتيجته ربح أو خسارة، فبالتالي يا رح نزيدها لحقوق الملكية مثل ما شفنا بالمعادلة السابقة، يا رح نطرحها من حقوق الملكية مثل ما شفنا بالمعادلة السابقة. هي بنسميها الدورة المحاسبية أو مراحل التسجيل المحاسبي مثل ما ذكرناها آنفا. طيب، تحديد العمليات المالية، الهدف منها أو تحليل الأحداث الاقتصادية، في عنا هدفين معينين بنحصلهم من تحليل الأحداث الاقتصادية. أول شيء تحديد العمليات المالية الخاصة بالمنشأة، وهذا يعني استبعاد العمليات المالية التي ليس لها المنشأة علاقة، مثل التصرفات المالية الخاصة بمالك أو ملاك المنشأة والتي ليست المنشأة طافٍ بها. يعني كل عملية، بنرجع بنقول كل عملية محاسبية هي محاسبية ولا وثيقة ولا تاريخ ولا قيمة، لكن مو خاصة بالمنشأة، خاصة بالمالك. المالك أو صاحب المنشأة اشترى سيارة، لحتى يقوم بقيادتها شخصيا خارج المنشأة، ما لها علاقة بالمنشأة. يعني اليوم كمثال، الأفران اللي بتوزع خبز تشتري سيارات لحتى تقوم بتوزيع الخبز على منافذ البيع، فبالتالي هي السيارات هي بتدخل ضمن شيء اسمه الأصول الثابتة السيارات. لكن إذا صاحب المنشأة اشترى سيارة لحتى يروح ويجي فيها وما لها علاقة بالشغل، فبالتالي هي تدخل ضمن شيء اسمه المسحوبات الشخصية، فالشركة ما لها علاقة فيها. إذا كان نحن انسحبت المصاري من الشركة، فأنا بسجلها مسحوبات شخصية على صاحب الشركة. لكن إذا كانت ما دفعت من الشركة وبالتالي ما لها علاقة بالشركة، فأنا ما بسجلها عندي بدفاتر الشركة. اثنين، تحديد العمليات القابلة للقياس، أي التي يمكن التعبير عنها بوحدة النقد، مثل عمليات شراء سيارة خاصة بنقل البضائع للعملاء. فمثلا هذه العملية هي التي تم تسجيلها، في حين يوجد عمليات خاصة بالمنشأة ولكن تحديد العمليات قابلة للقياس التي يمكن التعبير عنها بوحدات النقد، مثل عمليات الشراء سيارة خاصة بنقل البضائع للعملاء. فمثلا هذه العملية هي التي يتم تسجيلها، في حين يوجد عمليات خاصة بالمنشأة ولكن لا يمكن التعبير عنها بالنقود، مثل قرارات التعيين، قرارات نقل الموظفين، تغيير في السياسات والأهداف. فمثلا هذه العمليات لا يمكن تسجيلها. أنا كقسم مالي أو محاسبة بقوم بتسجيل العمليات ذات الطبيعة المالية اللي بتأثر على الأموال، يلي بتأثر على ميزانيتي، فهي أنا بختص فيها وبسجلها. أما باقي الأمور المعنوية مثل مثل ما شفنا نقل الموظفين، تغيير سياسات الأهداف، إصدار مكافأة معنوية لموظف نشيط، فكل الأمور ما بينبنى عليها أرقام ما بتهمني. بعد تحديد العمليات المالية التي يجب تسجيلها في سجلات المنشأة، يتم الانتقال للخطوات الثانية، وهي التسجيل في دفتر اليومية. التسجيل في دفتر اليومية، نرجع بنقول يسجل في هذا الدفتر، دفتر اليومية جنرال جورنال، يسجل هذا في هذا الدفتر جميع العمليات المالية الخاصة بالمنشأة، حسب تسلسلها التاريخي. مو بشي بجيب اليوم بسجل شيء وبكره بسجل الشيء اللي كان تبع اليوم، لا، كل يوم بيومه. وتبقى نظرية القيد المزدوج التي سبق وحكينا عنها، طبعا بنسجل دفتر اليوم. دفتر اليومية كالشكل التالي: مبلغ مدين، مبلغ دائن، البيان، رقم القيد، رقم صفحة الأستاذ، التاريخ. طبعا المبلغ المدين بالقيد مثل ما حكينا، المبلغ الدائن كمان الطرف اللي يكون بالطرف الثاني، البيان من حساب سلاش إلى حساب سلاش، بنحط أسماء الحسابات نحو، رقم القيد قيد واحد، قيد اثنين، قيد ثلاثة، قيد أربعة، لأنه ميزانية يومية فهي متتابعة. رقم صفحة الأستاذ، طبعا نحن لحد الآن عم نحكي على المحاسبة وطريقة التسجيل في الدفاتر، يعني يدويا. صفحة الأستاذ قد يكون هذا الحساب رقمه بصفحة الأستاذ 5، فأنا بحطه هون 5 لحتى أعرف لما إجي على صفحة الأستاذ، بفتح دغري على الصفحة رقم 5 يبين معي شو رصيد أو شو وضع الحساب المعين. التاريخ، طبعا بما أنه يومية فراح يكون نفس اليوم، ما في مشكلة. ولكي يتم الاستفادة من المعلومات المدونة في دفتر اليومية، يجب أن يتم تسجيله في قانون الشهور التالية: واحد،
أن يكون تسجيل أثقال التسلسل التاريخي، عمليات متتابعة. اثنين، أن يكون في طريقة نظرية القيد المزدوج أو طريقة القيد المزدوج من حساب سلاش إلى حساب سلاش. ثلاثة، أن يسجل كل عملية قيد رقم وتاريخ، وأن تكون الأرقام تسلسلية، عملية رقم واحد، عملية رقم اثنين، عملية رقم ثلاثة. أن يكون هناك شرح وافي لكل عملية. حكينا امبارح إنه العمليات المحاسبية لازم كل عملية يكون لها شرح لا وافي، أو شرح يوضح العملية بشكل انه لو رجعت له بعد بدي افهم شو هي العمليات، ممكن تصير مشكله بعد فتره معينه، فبالتالي انا مضطر ارجع لليوميه لحتى اشوف فعلا انه هي الشغله مسجله ولا لا. فاذا كنت شارحها بشكل منيح وواضح، هذا بيعني انه ممكن انا حل المشكله بشكل اسرع. طيب، عدم اجراء اي تعديلات على القيد بعد التسجيل، لانه اسمه دفتر يومي بين قوسين دفتر مبيضه، فحكينا سابقا انه ممكن نحن نسجل بالدفتر المسوده لحين ما تركز العملية. بعد ما تركز العملية بنتقل لدفتر اليومية، أو لحتى أكون قادر أسجل بكل أريحية. اليوم كمحاسب أنا ممكن تمر علي أوقات إني ما أقدر أسجل ولا شيء بالدفاتر، فبالتالي بضطر على أساس هذا السبب إني أنا أسجل بدفتر مسودة لحتى أقدر، أو لحتى أكون قادر على التسجيل بكل أريحية. فساعتها بنتقل لدفتر اليومي. تنبيه، يختلف شكل دفتر اليومي وطريقة التسجيل فيه إذا كان نظام المحاسبة مطبق آليا بين قوسين على الكمبيوتر. نشوفها إن شاء الله بالمراحل القادمة. كمثال، أثبتنا العمليات المالية الخاصة بمؤسسة التاج اللي حلينا بالمحاضرة الماضية، كما في المثال لاحظ الطاف المدين، مبلغ الطاف المدين، مبلغ الطاف، مبلغ الطاف المدين، مبلغ الطاف الدائن من حساب سلاش إلى حساب سلاش مثل ما هي محطوطة. رقم العملية 1 2 3 ترقيم نظامي، رقم صفحة الأستاذ. طبعا هذا ممكن يقوم بتسجيله أو ما تسجيله، طبعا إذا سجلناه بيكون أفضل بكثير حتى نقدر نوصل الحساب بشكل أسرع. بدي طبعا بدي أرجع أسألكم بعض الأسئلة لو سمحتوا. أنسي مريم، معنا أنت مريم أو مريم؟ أسي مريم معنا أنت؟ أسي مريم؟ يبدو أنه في مشكلة عند الأنسة مريم، ما عدا متواجدة معنا أو شيء. مدام هيام؟ ليست موجودة. إذا سؤال مشان حله، عفوا، إذا سؤال بدي حله إيه بس بدي اسالك عن شغله معينه. تفضل. الله يزيد فضلك. هلا من حساب البنك لو واجهك هذا القيد من حساب البنك الى حساب راس المال، شو بيعني هذا هذا القيد شو بيعني لك؟ يعني أنا كنت عم بدعي ما أطلع على أول وحدة، أطلع على اللي بعدها. والله يبدو دعائك كان متاخر قليلا، من حساب لاني بنك كنت يعني أنا ايه سحبت، أنا حطيت بالبنك مصاري، تمام صح؟ حلو كتير. غيره كيف يعني؟ اكملي، حطيت بالبنك مصاري، ليش حطيتي بالبنك مصاري؟ مشان شو؟ بدك تشتري موبايل مثلا، بدك لا لا، تشتري غسل، مشان ابدا بالشغل، اعمل الهيدي تبعيتي، ابدأ بالشكل. صح؟ حلو، طيب القيد الثاني شو بيعني؟ كيف تقرينا اياه تقريبا؟ انا اخذت من البنك مصاري لحتى لي ادفع ايجار، طيب قرينا عمرك ما القيد، مكتوب اصلا. ما في، قرينا القيد. من حساب ايجار الى حساب بنك. طيب العملية الثالثة شو هي؟ هيك انه انا سحبت شو يعني الصندوق، شو كان يعني الصندوق دي؟ بس انه انا يعني انا حطيت من الصندوق بالبنك مصاري ولا العكس؟
وفقا طريقة وكيل المزدوج. شو من حساب بيعمل؟ الصندوق إلى حساب البنك، يعني لا أنا لا شلت إيه؟ شو بتعني العملية؟ يعني أنا يعني أنا من صندوقي حطيت بالبنك؟ صح، البنك الصندوق زاد ولا نقص هون؟ أخذ ولا لا عطى؟ بكون زاد، أنا حطيت الأرباح يعني يمكن؟ لا أنا ما حطيت الأرباح، أنا حطيت مصاري بالصندوق، سحبتها من البنك وحطيتها بالصندوق. أوكي. بس هي هي. آه بس هيك. إيه، سحبت من الصندوق من البنك وحطيتها بالصندوق. طيب القيد اللي بعده؟ سحبت من البنك لأشتري أساس. تمام. مدام هيام، شكرا لك. عفوا. أنسة أسيل، معنا أنت؟ إيه معك يا أستاذ؟ هاي العملية شو بتعني؟ أبين هذا القيد لو سمحتي. هذا القيد أبين السيارة إياه. مدين وداها للشركة. كيف تقري القيد؟ من حساب السيارة إلى حساب الشركة. إلى حساب شركة تقوى السيارة. طيب، نعم. شو فهمتي من هالعملية هاي؟ شو فهمت من العملية هاي؟ إنه أنا استلفت من الشركة حقت التقوى. أنت استلفتي من شركة التقوى، شو سويتي بالسلف اللي بالآجل استلفتيه من بالآجل شركة التقوى؟ تمام، شو ليش استلفتي من شركة التقوى؟ شو سويتي معها؟ أخذت منهم السيارة، بس يعني بالآجل. اشتريت السيارة بالآجل، حلو. طيب ما سددت المبلغ. تمام، طيب هاي العملية شو هي؟ هاي اشتريت المعدات عن طريق البنك. أمين القيد إذا سمحتي. قومي بقراءة القيد. من حساب المعدات إلى حساب الشركة. مو لا مو إلى حساب الشركة، البنك. إلى حساب البنك. تمام، شكرا لك أنسة أسيل. العفو. الأنسة دانا، نعم يا أستاذ. هذا القيد ممكن تقرينا إذا سمحتي؟ أستاذ، من حساب البنك إلى حساب الإيرادات. شو بيعني هذا القيد؟ شو فهمتي منه؟ أستاذ، تفضلي. نعم يا أستاذ. أيوة معك. شو فهمتي من هذا القيد؟ اشرحي لنا عن هذا القيد، شو هو العملية اللي على أساسها سجلنا هذا القيد؟ شو بيعني هذا القيد؟ أستاذ، يعني من حساب البنك إلى حساب الإيرادات. تمام، شو يعني هالعملية هي؟ يعني ليش سجلت أنا هيك؟ شو السبب؟ أستاذ، أنه أنا من طريق البنك اشتريت من الإيرادات. لا أنا ما اشتريت إيرادات، أنا تم تحصيل إيرادات من عن خلال طريق تقديم البنك. خدمة وحطيتها بالبنك. نعم. يعني أنا اليوم عملت ترميم لمدرسة الرشد الأهلية لزبون عندي معين، قدمت له خدمة ترميم للشركة تبعه أو للمدرسة تبعه، وبالتالي أخذت مصاري بقيمة 70,000 حطيتها بالبنك، صح؟ نعم يا أستاذ، صح. طيب العملية هي اللي بعدها، قرينا إياها لو سمحتي. أستاذ، سددت المصاريف عن طريق من حساب مصاريف الكهرباء. أول شيء قري لي القيد إذا سمحتي، قري لي إياه.
من حساب مصاريف الكهرباء إلى حساب الصندوق. تمام، شو معنى العملية؟ شو ليش شو سويت هون أنا؟ أستاذ، أنا سددت مصاريف الكهرباء عن طريق حساب الصندوق. يعني دفعت. نعم، أيوة يا أستاذ، دفعت طيب نقدا. لا تمام، طيب هاي العملية أبي لنا هذا القيد لو سمحتي. من حساب مستوصف النور الطبي إلى الإيرادات. شو يعني هذا القيد؟ أستاذ، يعني صيانة المستوصف بالأجل. انت عم تشرحي لي، انت عم تعملي لي شرح القيد، انا ما بدي اياك تعملي لي شرح القيد هذا، انا بدي اياك تقولي لي شو فهمتي من العمليه. أستاذ، يعني تمت الصيانة عن طريق الإيرادات. لا محاولة ثانية، البيئة ما دام هي تمام، خلينا نشوف الآن سأسير كمان محاولة ثانية، تفضل. الآن سأسير، نعم، إيه ردي عيدي لي شو فهمتي منها. عن طريق المستوصف الإيرادات. ما فهمت شيء أنا. بالآجل. أستاذ، طيب من حساب المستوصف إلى حساب الإيرادات بالآجل. تمام، ما في مشكلة، هلا هذا قرينا القيد، بس أنت شو فهمتي من العملية؟ يعني أنا أزلت لك من حساب المستوصف النور الطبي إلى حساب الإيرادات، شو بتفهمي من هذا القيد؟ التقديم الخدمة. تمام، يا عيني عليك، طيب شكرا لك على السنسين. شوف هلا العفو. كل عملية مسجلة هون، أو كل قيد مسجل هون عبارة عن فينا نسميه شيفرة عملية محاسبية، يعني شيفرة عملية قمت فيها. يعني أنا لما سجلت هذا القيد من حساب مستوصف النور الطبي إلى حساب الإيرادات، هذا عبارة عن شيفرة لعملية قمت فيها. العملية اللي قمت فيها شو هي؟ عبارة عن عملت خدمة لمستوصف النور الطبي وما حاسبني بالمصاري، راح حاسبني عليهم بعدين. فبالتالي انا لما بيجي بطلع على دفتر اليوميه كمحاسب عندي خبره، عم بحكي عن حالي، فانا من خلال العمليه الموجوده هون بقدر احلل، بقدر ارجع لاصل العمليه بدون ما اعرفها. ليش؟ لانه هون في صار في عندي من خلال تراكم خبره بانه هالكلمه اذا وردت هون معناتها بتعني هيك، اذا هالكلمه وردت هنيك معناتها بتعني هيك. فكل عملية مسجلة هون عبارة عن شيفرة، من خلال تحليلها بنعرف شو هو أصل العملية. يعني أنا إذا قريت من هون من حساب شركة تقوى للسيارات إلى حساب البنك بدون ما أطلع على التفاصيل هون، بعرف إنه أنا سددت دفعة لشركة التقوى للسيارات عن طريق شيك أنا أعطيتهم إياه، وبما إنه هي اسمها شركة التقوى للسيارات فبالتالي اكيد مش شايل من عندهم طياره، انا يعني اكيد انا شايل من عندهم سياره، معناتها انا اعطيتهم دفعه لقاء سياره اشتريتها منهم. تفضلي يا سيدي. انا أستاذ، ممكن أجاوب آخر واحدة؟ ايه تفضلي. هي عملية صرف رواتب وأجور للموظفين بالمؤسسة، تم سدادها بالشيك حقت رواتب وأجور. بشيك على البنك.
تمام انسى دعم نظامي، دفع الرواتب عن طريق البنك. فاليوم العمليه من خلال التراكم او شوي شوي رح تلاقوا ان العمليه المحاسبيه ما هي كثير صعبه انه نحن نعرف شو هي، فبالتالي شوي شوي رح يصير عندكم معرفه وخبره فيها. انسى مدام هيام، كان عندك كنت بدك تحكي شغله، تفضلي. لو استاذ بعتذر بالغلط كبست انا. لا لا، ما في مشكلة. طالما بما انه انت عم تحكي هي العملية، بس اشرحي لنا عن من حساب البنك الى حساب الايرادات، شو فهمتي منه؟ ريتنا ما حكينا من حساب البنك لحساب الإيرادات، يعني نعم، يعني يعني انا، الإيرادات يعني أرباح، يعني أنا حطيتهم لا بالبنك. شوفي انسه، مدام ما هي نرفض انه انا مالي علاقه بالمحاسبه، وشفتك او لفتت نظري هاي الدفتر اليوميه، طلعت لقيت مكتوب من حساب البنك الى حساب الايرادات، تمام؟ اوكي فسالتك قلت لك مدام هي شو يعني هذا، انا ما فهمت كونه ما عندي خبره، ما فهمت شو يعني من حساب البنك الى حساب الايرادات، فانت فهميني شو هي العمليه. استاذ، هلا هي لازم تصير بالعكس هاتي نشوف ليش. لانه انت اللي بتعرف، انا اللي ماني عارفه. يعني الارباح بحطهم بالبنك، يعني من الارباح اللي بتطلع لي بروح بحطهم بالبنك، هيك يعني؟ لا مش هيك يعني؟ لا، لكن كيف يعني؟ هاتي شوف احكي نحن من بعدك استاذ، انت لك. لا بتحكي ونحن بنسمع. لا لا، شوفي هلا، احيانا بيكون الشخص في عنده شيء بده يقوله، بس يعني خايف يكون ما هو الشيء الصحيح، فانا بعطيكم مجال لحتى تقولوا، ممكن من خلال كلمه منك، كلمه من اساسي، كلمه من انسه دانا، توصلوا للحل، وبالتالي انتم بتتعلموا، ومثل ما بيصير عندكم خبره. فاليوم انا لما اقرا هذا القيد من حساب البنك الى حساب الايرادات، معناته انا في شيء عندي اجاني وحطيته بالبنك، هي اول شيء. البنك زاد عندي، معناته في شي مصاري حطيتهم بالبنك. طيب شو سبب حط المصاري بالبنك؟ كلمة معقول إيرادات، يكون أنا كلمة أخذي لون إيرادات، من البنك؟ نعم؟ أخذي لون من البنك وأنا عم سده؟ لا لا، ما أخذي لون. شوف اليوم القيد أنا بدي أحلله كله. 70,000 معناتها مو 60,000، معناتها مو 50,000، 70,000، 70,000 من حساب البنك، يعني البنك زاد عندي بقيمة 70,000. طيب ليش زاد عندي البنك بقيمة 70,000؟ في سبب راح يوضح لي الطرف الثاني، اللي هو إلى حساب الإيرادات. لما بيجي عندي كلمة إيرادات بالقيد، هذا بيعني إني أنا قدمت خدمة، إني أنا قدمت خدمة لشخص معين، انتهت صلتي فيه، فبالتالي أعطاني مصاري حطيتها بالبنك، معناتها الصورة كملت، أخذت إيرادات حطيتها بالبنك بقيمة 70,000، الصورة صفيت عندي كاملة. أنا هذا الكود اللي هو اسمه إيرادات، اليوم المحاسبة عبارة عن مجموعة من الكودات، كل كود بيعني شيء معين. اللون اللي عم تحكي عليه أنت هو عبارة عن قرض، لو كان أخذ لون كنت سميتهم كتبتهم قرض أخذته من البنك، قرض أو أخذته عفوا من أي شخص وحطيته بالبنك، تمام؟ طب بس أنا استاذ، اليوم انا قلت لك انه كود، نحن ارباح حطيناها بالبنك، قلت لي لا. هي مو أرباح، هي خدمات. شوفي أنت اليوم الإيراد، سوري، يعني انا خربطت بالتفصيل، بس هي كفكرة هي هيدا اللي ببالي، انه انا الاشياء فايتة لعندي انا حطيتها بالبنك. على البنك بس مو أرباح، لأنه الأرباح هي جزء من الإيرادات. الإيرادات قاعدة، الإيراد هو عبارة عن التكلفة زائد الأرباح، تمام؟ التكلفة تكلف زائد الأرباح بتساوي إيراد، فأنت الإيراد هو عبارة عن قيمة مبيعاتك حطيتيها بالبنك، لكن كلها أرباح لا، لأنه في عندك مصاريف أنت بدك تقيميها منها، حتى لو كانت خدمة. يعني اليوم بتجوز تقولي لي أنا خدمة قدمتها، رحت لعند الشخص قدمت له الخدمة، مثلا خدمة لنفرض الدكتور أو المحاماة، إجى شخص لعندي قدمت له خدمة أعطاني مصاري، بس بدي أقول لك أنت لما لحتى وصلتي له لهالخدمة، قد يكون قمتي بمصاريف إعلانات، دفعتي رواتب، دفعتي إيجار مكتب، كهرباء وغاز ومي وإنترنت، فكل هالأمور هي كلها مصاريف لحتى قدرتي أنت تاخدي مبلغ هذا الخدمة. اليوم الشخص اللي رح تقدمي له خدمة ما حتقدمي لها بالشارع، أو
ما راح تقدمي لي اياها صدفه، راح تقدمي لي اياها نتيجه بعد التكلفه اللي حطيتيها، يعني تقديم الخدمه اجى بعد ما حطيتي شويه تكاليف لحتى تقدري توصلي لهذا الشخص، صح؟ صح. طيب اوكي، شكرا لك مدام هيام. بنرجع بس للانسه اذا كانت. تفضلي بس شغلي لو سمحت، هلا هذا تفضلي. شكل الهيدا اليومية. هذا نعم، هذا دفتر اليومية هيك بيكون، تمام. مدين دائن، بيان رقم 2، صفحة الأستاذ التاريخ. طب يعني هلا انا من الشرح تاع هو الاسس يلي من حساب الى حساب، هون لازم لحالي افهم اذا انا دفعت ولا اخذت. طبعا طبعا، انت شو عم تحطين؟ انت شوفي هلا، انت لما بتقومي بعملية الترجمة، انت ما شاء الله بتعرفي فرنسي صح؟ لا بعرف، بس هي أشياء بسيطة يعني، ما بعرف فرنسي. يعني خلينا نقول اشياء بسيطة. انت اذا طلبت منك الترجمة لكلمة للفرنسي، للغة الفرنسية، فبالتالي انت حطيتي رح تعطيني اياها بالفرنسي. طيب لو طلبت منك ترجعي تعطيني اصلا بالعربي، رح ترجعي تعطيني اياها بالعربي صح؟ وهيك نفس الشيء انا كمحاسب لما اطلع على العملية هون، على العملية المحاسبية، على الشفرة الموجودة هون اللي هي من حساب البنك الى حساب اسلمه، المفروض مني كمحاسب عندي خبرة أو بعرف المحاسبة إني أقدر أرجع خطوة لورا وأفهم شو هي العملية. والوقت نفسه بما إني محاسب وعندي خبرة، إذا أجتني العملية المطلوب مني أو المفروض مني إني أعرف كيف سجلها بالدفاتر وفق طريقة تقييد المزدوج، يعني بهالطريقة، مزبوط ولا لا؟ تمام. معناتها أنا كمحاسب فيني أرجع خطوة لورا وأقدم خطوة لقدام، يعني ارجع لورا ورد اقدم لقدام، كون عندي خبره بهالموضوع هذا وهذا مجال عملي. نفس الشيء هون، انت بدفتر اليوميه راح تفهمي عفوا صحة. كل عمليه، على قلبك كل عمليه شو اساسها، ليش؟ لانه بالاصل انت محاسبه، اثنين انت اللي قمت بتسجيل العمليه، ما حدا غيري. بالمراحل القادمه راح نشوف بدفتر الاستاذ كمان مني كيفيني اعرف العمليه بدون ما ارجع دفتر اليوميه. لكن بعد ما رحل دفتر الاستاذ بصفي عندنا يعني شيء اسمه ميزان المراجعه، ميزان المراجعه ما بقى اعرف شو هي العمليات، ليش؟ لانه هنيك رح يكون مبلغ اجمالي بميزان المراجعه، راح على المبلغ الاجمالي، على ميزان المراجعه مبلغ اجمالي للحساب، لانه مثل ما قلنا ميزان المراجعه هو عباره عن جدول او قائمه فيها رصيد كل حساب بدفتر الاستاذ، يعني مو عمليات كامله لكن رصيد او نتيجه الحساب. حتى هذيك الخطوات طبعا نحكي فيها بس ننتقل لمرحلة ميزان المراجعة. طيب أستاذ، أنسة مريم صرتي معنا. بالنسبة من حساب البنك إلى حساب الإيرادات، هاي ما فهمتها كثير. يعني أنا شو فهمت؟ إنه هاي بننقل الأموال من حساب البنك إلى حساب الإيرادات اللي هو بنكون محصلين عليه من خلال المبيعات، هيك يعني؟ قصدك 70,000؟ طيب أول شيء بتمنى منك آسم مريم تكون معنا قلبا وقالبا بالمحاضرة، لأنه ما بعرف إذا الصوت ما عم يوصل لعندك أو في عندك مشكلة. أنت لا، عندي مشكلة في النت. عندك مشكلة في النت؟ طيب نتمنى طبعا دائما باسمي وباسم المدام هيام والأنسة أسيل والأنسة دانا وبعض الطلاب اللي قاعدين معنا واللي حاضرين واللي برا، انه تنحل قصة النت لحتى تقدري تكوني معنا 100% بكل المحاضرة، مشان ما يكون عندك مشكلة بفهم المحاضرة، لأنه المحاسب عبارة عن سلسلة متكاملة. إذا أنت فتت دفتر الأستاذ وما فتت اليومية ما فهمتي شيء، عرفتي علي؟ فبدك تركزي كثير معنا. العملية من حساب البنك إلى حساب الإيرادات هي عبارة عن تسجيل العملية عبارة عن تسجيل عملية قبض إيرادات من أحد الزبائن، خلص التعامل معه، بمعنى إنه الزلمة أعطاني مصرياتي لما قدمت له هاي الخدمة، فأنا سجلت من حساب البنك. ليش؟ لأنه الزلمة أعطاني الشيك وحطيت المصاري بالبنك، هاي واحد. ليش سجلت إلى حساب الإيرادات؟ لأنه أنا الكود يلي بستخدمه لما بيع خدمة أو بضاعة اسمه محاسبيا إيرادات، اسمه محاسبين ايرادات ويوضع في الطرف الدائن اللي هو هون. فانا ما بقدر، اذا انا بدي امسك المحاسبه صح ومتبع نظام المحاسبه صح، بدي اتقيد بقواعده،
وبدي احط الايرادات بهذا الطرف. اليوم انسي مريم، لما انت بدك تحلي قصه النت وتدقي لا شركه الانترنت وتقولي لهم والله الانترنت عندي مو شغال، فبالتالي راح تعطيكي بعض القواعد اللي لازم تلتزمي فيها لحتى يوصل الانترنت اللي عندك صح. يعني مو معقول تحطي المودم بالشارع او تكبين الشباك او تحطيه عند جيرانك لحتى يجي النت لعندك، فبدك تحطيه عندك انت قريب منك لحتى تيجي الشبكه وتفتح الشبكه وتبدي تتواصلي معنا لحتى تحضري المحاضره. فهون نفس الشيء، بدك انت لما يجيك ايراد تسجليها الى حساب الايرادات، بدي تسجل بهذا الطرف لانه حساب الايرادات هو حساب دائن بزيد بهذا الطرف ما بزيد بالطرف اليمين. لاحظي او لاحظوا ان البنك اجى بهي العمليه من حساب البنك، لاحظوا ليكو هون او لاحظوا هون بهي العمليه هي اجى بهذا الطرف. كل حساب من الحسابات اللي رح نتعامل معها او كل كود، يعني هذا كود هذا كود هذا كود بنسميه نحن كود محاسبي، كل كود ممكن يجي مدين ممكن يجي دائن، ممكن يجي بالطرف المدين. طبعا لما بقول مدين معناتها بيجي بطرف المن، لما بقول دائن بيجي بطرف الالم. فكل كود معرض انه يجي بالطرف المدين بالطرف الدائن. كمثال قدامكم لاحظوا البنك، البنك اجى بهذا الطرف بطرف المن واجى بطرف الالم. ليش؟ هون زاد البنك، حطيت مصاري بالبنك. طيب البنك مثل ما بيزيد بده ينقص، هل من المنطق او من المعقول نسول المحاسبه انه انا شغله ناقصه يكون تعامل فيها مثل تعامل لما بتزيد؟ لا، بده يكون عكسها، لانه النقصان عكس الزياده. فانا من المنطق اذا كنت انا بالقيد المزدوج وفق طريقه القيد المزدوج محاسبيا، اذا زاد البنك حطه بطرف المدين، طيب اذا نقص البنك حطه بطرف الدائن. هون انا زادت ايراداتي حطيتها بطرف الدائن، احتمال ايراداتي تنقص، يمكن الزبون يكون محول لي مصاري غلط مصاري زياده، فبالتالي انا بسجل من حساب الايرادات الى حساب البنك، بعكس القيد وبرجع له المبلغ الزايد. فكل عمليه كل عمليه عباره عن شيفه مثل ما حكيت سابقا. لما بفهم انا العمليه المحاسبيه بالاول بفهم طريقه القيد المزدوج، بعرف كيف سجلها بالدفاتر. انسي مريم اسمه صرتي معنا. عمليه ثانيه هون هاي العملية أو هذا القيد، أنت معنا لسه؟ من تمام حساب مستوصف النور الطبي إلى حساب الإيرادات. هاي تمام شوف العملية. نفس اللي حكيتي إنه الإيرادات بيزيدوا، يعني الإيرادات زادوا. أنا ما اقتنعت. هلا شوفي أنا مثل ما بيقولوا اعتبريني أنا ما لي علاقة بالمحاسبة. أنت قاعدة حاطة فيروز الصبحيات، قاعدة عم تشتغلي بالمكتب وما أحلاكي، طبيت أنا دغري من الباب صباح الخير أنس مريم، فتحت الباب طلعت هيك حشرت من خاري مثل ما بيقولوا، طلعت على اليومية لقيت مسجل من حساب مستوصف النور الطبي لحساب الإيرادات. قلت لك شو هالعملية هاي؟ ما فهمت أنا، ممكن توضحي لي إياها؟ فأنت كيف توضحي لي إياها؟ على أساس إنه أنا مالي علاقة بالمحاسبة بنوم، تفضلي. يعني إنه نقلنا الأموال من حساب المستوصف نور الطبي إلى ايوه حساب الإيرادات. حلو، شو يعني؟ يعني ايوه سجلنا الدخل اللي بحققه المستوصف هيك. تمام، كملي كملي. عم بحكي صحيح ولا لا؟ أنا عم بسمعك، أنا عم بسمعك، والمدام هيام عم تسمعك، والأنسة سيل والأنسة كنا عم نسمعك، الميكروفون معك، تفضل. يعني هاي أنا فكرتي، يعني أنه المستوصف أنه الإيرادات سجلنا فيها الدخل اللي بيحققها المستوصف. دخل بحق المستوصف، أول شيء المستوصف ما لي علاقة فيه، المستوصف هو حقه دخل مثل ما بدهم، هذا زبون لإلي. يعني ها وصلت الفكرة بس مو كاملة. صراحة أنا هيك فهمتها. طيب عندنا مداخلة من الأنسة دانا، تفضلي أنسة دانا لنشوف. أستاذ، هي حتكون تقديم خدمة لأحد العملاء وهي صيانة لمستوصف النور الطبي، حلو، صح؟ شو رأيك؟
نسأل أسي مريم، شو رأيك؟ لا انا مش معاها في فكرتها، يعني مش ما اقتنعت. قدمنا خدمة لحدا، طيب يمكن ما دام هي المستوصف. اي، انت ما اقتنعتي، انت ما انا ما اقتنعتي. اقتنعت ما طيب ما دام هي، شو رأيك؟ استاذ، يعني انا نحنا ما يعني هني ما حسبوني باللي انا عملت لهم اياه، سو انا حطيته بالايرادات. طيب الآن أسيل، شو رأيك؟ كل واحد منكم عم يجيب جزء من الفكرة. مين الصح؟ أنت مع مين؟ رح تصفي مع أختك ولا مع الآنسة لا مريم ولا يا مع المدام؟ استاذ، هي مع اختي بس لانه الجواب صح، يعني انا بقول الصح يعني. حلو حلو حلو، حالفة يمين، أنت بدك تحكي الصح. طيب يعني انا عملت شيء للمستوصف والمستوصف حلو ما حسبني، سو حلو حطيته من حساب المستوصف الى حساب الايرادات، لانه نحنا يعني انا خدمة عملتها، بس انا حتى لو ما اخذت مصاري تعتبر ايراد، سو انا حلو حطيت من حساب مستوصف الى ايرادات. حلو كتير. أنسي مريم شو رأيك؟ انا متفقة مع هيام. متفقة مع المدام هيام. طيب هلا شوفي، بالنسبة للمدام هيام، بالنسبة للأنسة أسيل، بالنسبة للأنسة دانا، كل حكي صح. اليوم أنت قدمتي خدمة لمستوصف النور الطبي، تمام؟ هاي واحد. اثنين، لما قدمتي الخدمة، رحتي أنت بدك تقبضي مستوصف النور الطبي، قال لك والله يا أنسة مريم سامحينا، المحاسب وجعته أصبعت إيده فطلع على البيت ما رح يقدر يحاسبك، إن شاء الله الأسبوع القادم رح نعطيكم المصاري، نحاسبكم الأسبوع القادم بإذن الله. فأنت لحتى أنت ما تسجلي على جنب ملاحظة إنه أنا ما قبضت، المحاسب لك واقفي عندك، حتى لو ما قبضتي قيمة الخدمة اللي قدمتيها لازم تسجلي بالدفاتر. قبضتي ولا ما قبضت، قبضتي عفوا ولا ما قبضت، تسجيلها بالدفاتر. فنحن هون قمنا بتسجيلها بالدفاتر، سجلت من حساب مستوصف النوم الطبي لانه لسه عائلي معه، الزلمه ما اعطاني اياه. واحد. اثنين، سجلت الى حساب الايرادات لانه انا اجاني او عفوا قمت بتقديم خدمه، مثل ما قالت المدام هيام، قمت بتقديم خدمه بغض النظر عن قبضه ولا لا. فانا هالخدمه مجرد ما قدمتها محاسبيا بكل شركه، مجرد ما قدمتي خدمه بدك تسجليها بالدفاتر سواء قبضتيها او لا. فسجلت الى حساب الايرادات، فكان القيد من حساب مستوصف النور الطبي الى حساب الايرادات. انا كمحاسب بفهم من هالقيد هذا، من حساب مستوصف النور الطبي الى حساب الايرادات، لما شفت الايرادات تحت وشفت مستوصف النور الطبي فتلقائيا من خلال خبرتي فهمت انه مستوصف النور الطبي هو زبون. هاي واحد. اثنين، فهمت انه هذا الزبون ما دفع، لانه لو دفع ما كنت حطيت اسم مستوصف النور الطبي، كنت حطيت المصرف او مثل ما وارد هون من حساب البنك الى حساب الايرادات. هون سددوا لما قمت بالتأمين، هون ما سددوا، هون ما سددوا، فانجبرت تحط اسم مستوصف النور الطبي بالقيد من حساب مستوصف النور الطبي الى حساب الايرادات. انسى هي مدام هي في عندك سؤال؟ لا ما عندي سؤال، بس عندي سؤال، يعني أنا اللي حكيته أكيوريت ولا لا؟ طبعا طبعا ما انا عدت اللي حكيتيه، اكدت اللي اكدت على اللي حكيتيه، انت آه حكيت يعني أنا فكرتي 100%. فهمانتها مظبوط. طبعا طبعا انت فاهمه، آه انت حكيتي صح، والان تمام. سياسي صح، والان سدان صح، والان مريم صارت معكم صح. بس اجمالا اجمالا اليوم في عمليات بالمحاسبه، كونكم لسه جديد على المحاسبه فايتين تكون شوي هيك لسه ما يعني فاتت على المخ، وفي عمليات سهله في عمليات صعبة، فبالتالي ما في مشكلة، بس المهم نحن شوية مراجعة لها بيمشي الحال. طيب أنسة مريم، كمان هي العملية من حساب شركة تقوى للسيارات إلى حساب البنك، شو بتفهمي منها؟ أي يعني إنه تم نقل أموال أو دفعنا إشي من حساب شركة السيارات إلى حساب في البنك، حلو، دفعتي يعني او دفعنا نقلتي، فاتورة أو إشي هيك، ديون هيك. دفعتي دين. حلو كثير. هلا هون مكتوب عندك شركة تقوى للسيارات، معناتها انت منطقيا شاري من عندهم سيارة، صح؟ سيارة. حلو، انت مسجلون الى حساب البنك، انت هون منطقيا دفعتي عن طريق البنك، صح؟ طيب القيد شلون تقريه؟
طلعته شلون؟ قولي لي من انت. حساب تفضلي. شركة التقويل للسيارات إلى حساب البنك. وشرح القيد. أقرأ هذا ولا الشرح تبعي؟ الشرح، هذا الشرح. سداد المستحق لشركة التقوى للسيارات قيمة السيارة. حلو كتير. طيب أنا راح أعمل هيك، راح أذكر شوية. أنا رح أنقلكم شوي ل دفتر اليومي، بدي أعطيكم فكرة أخيرة قبل ما نختم المحاضرة. طيب هذا القيد أنسي مريم، من حساب السيارات إلى حساب شركة الجمال للسيارات. حلو، هذا القيد شو يعني؟ من حساب السيارات أي نشترينا السيارة، حلو، ولكن من وين؟ اشتريت السيارة وبعدين؟ اشتريت السيارة وبعدين؟ صراحة مش فهميتها منيح. طيب اقري الكيد. تمام اسي هي مدام هي من اقري حساب الكيد. السيارات إلى حساب حلو. شركة الجمال للسيارات. طيب شو بتعني من حساب السيارة؟ هذا الطرف شو بيعني؟ من شو بتعني من؟ من يعني أخذ صح؟ يعني زاد يعني مدين صح؟ آخر من حساب السيارات معناتها أنا صار عندي سيارة، ما كان عندي سيارة صار عندي سيارة صح؟ طيب إلى حساب شركة الجمال للسيارات شو بيعني؟ يعني إلى شو بتعني؟ يعني نقلنا الفلوس أو إشي. لا إلى، أنت كمالك حضران المحاضرتين السابقين، إلى بيعني إنه عطى شركة السيارات، شركة جمال السيارات هي اللي عطتنا السيارة، لأنه إلى بترمز لدائن أو بترمز إلى المعطي، من ترمز إلى الآخذ. فبالتالي أنا هون قمت بشراء السيارات، سجلت القيد التالي من حساب السيارات إلى حساب شركة الجمال للسيارات. أنا الغاية من إني أقول لكم لبرنامج الإكسل، مو لحتى أعرفكم على البرنامج، لا البرنامج بتعرفوه، لحتى أفرجيكم شغلة كثير هامة. هلا هون لما قمت بشراء السيارات، طيب لنفرض إنه بعد جمعة أو بعد شهر قمت بسداد قيمة السيارة كاملة، فبالتالي أنا رح سجل القيد عن طريق المصرف. من أعمل نسخ، أعمل من حساب المصرف، عفوا من حساب شركة الجمال للسيارات إلى حساب المصرف. ثلاثمائة ألف، ثلاثمائة ألف سداد قيمة السيارة. طيب هذا القيد، هذا القيد شو بتفهم منه مدام هيام؟ هذا القيد بس يعني انا الشيء اللي ما بكون فهمته انت بتطلعني عليه. لا انت رافعه ايدك، تفضلي. رفعت هذا ايدي على اللي قبله، هن حساب شركة الجمال. هلا لما بنحطها تحت بكونوا هن متدينين منا، لما بنحطها فوق صح؟ مش هيك صح؟ من حساب شركة جمال السيارات لحساب المصرف، شو فهمتي من هالقيد؟ او هن
سددت قيمة السيارة، أو لا أنا سددت لهم قيمة السيارة، أخذت من البنك لسددت تمام لهم مصاري لأنه أخذ من عندهم سيارة. تمام تمام هذا الحكي كثير رائع. هسه صح مريم خليك معنا، تمام، حكي جميل جدا وصحيح. هسه مريم ركزي معنا منيح، وكلكم ركزوا معنا. لما اشتريت السيارة أنا سجلت من حساب السيارات لحساب شركة الجمال للسيارات. لما سددت قيمة السيارة سجلت من حساب شركة جمال للسيارات إلى حساب المصرف. عملية الشراء العاجل ما هي إلا عملية مؤقتة. بالنهاية رح سدد أنا قيمة الشيء اللي اشتريته آجلا مني أنا، مو ببلاش، يعني شركة الجمال للسيارات ما أعطتني السيارة ببلاش، رح تاخذ قيمتها مني. فالمحاسبة بتقول لي بدل ما تحطي ملاحظة على جنب بورقة هيك صغيرة وتشكيلية انه والله انا اشتريت سيارة وبح سدد قيمتها بعد 4 اشهر او 5 اشهر، لا، بتقول لك المحاسبة اي شيء بتشتريه بالاجل او تبيعيه الاجل في له طريقة محاسبية تسجلي. لو عملت كالتالي كالتالي، اجيت لهذا الطرف وعملت له ديليت، وجيت لهذا الطرف وعملت له ديليت. انسي مريم، نعم أستاذ. أبي القيد إذا سمحتي من هون. من حساب السيارات إلى حساب المصرف. شو بيعني هذا القيد؟ حساب المصرف يعني الدائن أولا، تمام، السيارات حلو المودين، حلو، معناته شو بتفهم من هالقيد أنت؟ يعني دفعنا السيارة من خلال المصرف، من تنبسط، خلال البنك. حلو، خلصت العملية، اشتريت سيارة عن طريق البنك. بمعنى أرجع أحط الأطراف، بمعنى أنه الشراء العاجل ما هو إلا شكل للعملية أو تعليق للعملية. الشراء الآجل ما هو إلا فقط تذكير للعملية اللي قمت فيها. بالنهاية راح يتسكر، يعني أنا هذا الحساب، لاحظوا أنه حساب شركة جمال للسيارات كان له معنى لما دفعت لهم سكر حسابهم. طيب ها خلص، كأني أنا اشتريت السيارة عن طريق البنك من حساب السيارات إلى حساب المصرف. فلذلك أي شيء نحن بنشتريه بالدين أو نبيعه بالدين، قدمنا خدمة وما قبضنا، كله بنسجله بهالطريقة هاي لأنه بالنهاية راح يتسكر. لكن أنا بسجله مشان ما يصير عندي مشكلة بالدفاتر، إذا هي الشغلة ما سكرت ما سجلتها وهديك ما سجلتها والتاني ما سجلتها والتالتة ما سجلتها، راح يطلع عندي نتيجة الحسابات غلط. اليوم أنا محاسبيا كمثال، مو كصاحب شركة، كشخص معين، إذا واحد وعدني بعد شهر يعطيني مثلا 10,000، فأنا لما يجي أعمل حساباتي فبقول أنا معي جيبتي 5,000 وفي معي 6 راح يجوني بكرة وفي معي 10 جاييني آخر شهر، معناته أنا راح يصير معي آخر الشهر كمثال 5 و6 و10، قديش بيصيروا؟ 21,000، 21,000 حلوين معي 21، عملت حساباتي على الاساس. ونفس الشيء الشركه، انا الشغله ما قبضتها لكن انا قدمتها موعود اخذها، فخلص بضيفها لحساباتي وبعمل حساباتي وبسجلها بالدفاتر مشان ما يكون عندي مشكله بالحسابات او النتيجه، لانه بالنتيجه اذا ما سجلتها راح يكون عندي خطا بالتسجيل. محاضرتنا لليوم انتهت، بتمنى ما تكون كثير صعبة، بتمنى انه انتم تنتبهوا منيح، خاصة للمحاضرات الأولى. المحاضرات الأولى هي التأسيس في أمور كثير أنا كثير عم أعيد فيها، لكن بالمحاضرات القادمة ما راح أقدر أعيد لحتى ما يتداركنا الوقت ونقدر نلحق المنهاج. بتمنى تراجعوها، بتمنى إذا كان عندكم أي سؤال تسألوا، راح النت، انقطع النت، غاب النت، خلص خلصت باقة النت، ما في مشكلة. بتمنى تسألوا لحتى تستفيدوا، ولحتى لما يجي الامتحان إن شاء الله تنجحوا بالمادة وتاخذوا علامات عالية. إذا ما كان عندكم أي سؤال بحب يسأل، اللي ما بحب يسأل بيقدر بينسحب. إن شاء الله بنلتقي فيكم بالمحاضرة القادمة السبت القادم بإذن المولى. حد عنده سؤال؟ يعطيك العافية أستاذ، أنا قلت لك بعتذر بس ما بقدر أكتب كتابي فبضطر أفتح. ولا يهمك، عادي، ولا يهمك ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك، ما في يعطيك مشكلة، ألف عافية، باي باي. الله يعافيك، الله يعافيك.
الله يعافيك. تمام، الله يعطيكم العافية، وإياكم يا رب، وإياكم أسئلة أسئلة أنا، وإياكم الله يعطيكم العافية، بأمان الله.